بصوا، احنا هناخد مفاتيح سفر حجاج. هو سفر حجاج عبارة عن اصحاحين، هو في ناس بتنطقه حجي وفي ناس بتنطقه حجاج، ماشي. هناخد خلفية تاريخية بالنسبة للسفر. احنا عارفين ان لما كان بعد سفر القضاة الناس طلبت ان يكون ليهم ملك، فأول ملك اترسم كان مين؟ شاول الملك. واستمرت المملكة متحدة لمدة 3 ملوك، اللي هم مين؟ شاول وداود وسليمان ابنه. في عهد مين بقى انقسمت المملكة؟ رحب عام ابن مين؟ ابن سليمان، بسبب اللي هو يربعام، اللي هو كان أشار مشورة مش كويسة ليه، ماشي. طبعا بعد الانقسام ده، طبعا بسبب الخطايا الكتير اللي كان بيعملها الشعب، لما اتقسمت ما استمروش برضو في عبادة ربنا، وكانوا بيغضبوا ربنا بخطايا كتير، فحصل سبي. تمام، سبي للمملكة الشمالية في الأول، بعد كده المملكة الجنوبية. احنا ممكن احفظها لكم طريقة كان أبونا كرولوس لسه قايلها، عشان بتلخبط قوي مملكة الشمال وإيه مملكة الجنوب. طيب لو قلنا شمالية هناخد حرف الشين، كله أشرار، وبعدين يبقى السبي إيه؟ أشوري. يبقى شمال أشرار أشوري، كانوا 19 ملك أشرار. تمام، بعد كده الجنوبية بقى، جنوبية هناخد حرف الب، تمام. يبقى كانوا أبرار، هما طبعا مش كلهم كانوا أبرار، بس معظمهم كانوا إيه؟ أبرار. يبقى جنوبية أبرار، سبي إيه؟ بابلي. تمام، طبعا عاصمة الشمالية كانت ايه؟ السامرة، والجنوبية كانت عاصمتها ايه؟ اورشليم. تمام، بعد الملك سليمان، ما احنا قلنا زي ما قلنا انقسمت المملكة الى مملكة جنوبية وشمالية وحصل السبي. احنا هنتكلم النهاردة عن المملكة الجنوبية. تم رجوع الشعب على 3 افواج او 3 مراحل. طيب احنا هناخد المرحلة الاولى، زربابل. تمام، السفر ده فيه 4 شخصيات أساسية، اللي هو يهوشع الكاهن ابن يهوصادق الملك، وحجاي، وزكريا، وزربابل الوالي. نقلب. أول حاجة يهوشع الكاهن ده ابن يهوصادق، وده كان الكاهن الأعظم، وده رجع مع زربابل. تاني شخصية اللي هو حجاي، اللي هو كاتب السفر، واسم ده اسم عبري معناه عيد او عيدي، لان هو اساسا اتولد في احد الاعياد الكبرى، عشان كده سموه ايه؟ حجاي، اللي معناه عيد او عيدي. بالرغم من ان مهمته كانت كبيره، لكن خدمته كانت صغيره جدا، كانت خدمته مقتصره على 4 شهور، لان هو ساعد في حاجتين: اعاده بناء هيكل بتاع سليمان، بس اسمه بقى ايه؟ هيكل زربابل. تمام، وحاجة تاني ان هو اعاد البناء الروحي للشعب. تمام، زكريا طبعا ده نبي من نسل الكهنة، وهو رجع برضو واكمل اللي ابتداه حجاي النبي. تمام، هو اكمل، يعني هو ربنا بعت حجاي النبي في فترة معينة، عمل اللي عليه، وبعد كده كمل زكريا النبي. تمام، زربابل كان من نسل داود، وهو ايه اللي قاد الفوج الاول للرجوع لأورشليم. طيب المملكة الجنوبية، احنا قلنا هو يعني ابتدى القرار بان هو رجوع الناس لأورشليم عن على قرار من مين؟ الملك، ملك كورش، كورش اللي هو ملك فارس، وبقيادة مين؟ زربابل. الناس اللي رجعت في الوقت ده كان عددها 50,000، كان ايه؟ 50,000. ابتدوا في بناء الهيكل، بس بعد مرور سنة كان في سامريين ابتدوا بقى ايه؟ يعملوا، يضايقوا شعب بني اسرائيل، فكرش الملك برضو راح وقف العمل. بدل ما كان ان هو اداهم امر بان هم يبتدوا يبنوا الهيكل، راح توقف العمل بسبب مضايقة مين؟ السامريين. بعد كده التوقف ده حصل لمدة كام سنة؟ 16 سنة. يبقى ابتدى الأفواج ترجع، ابتدت تبني، السامريين ضايقوهم، اتوقف العمل لمدة 16 سنة. هنا بقى ربنا استخدم حجاي وزكريا ان هما يبتدوا ايه؟ يشجعوهم ان هما يبنوا
هيكل ربنا. ايه اللي حصل بعد كده؟ هنا طبعا دي خريطة. الهيكل خرب لمدة كام سنة؟ 70 سنة. أول حاجة سقوط أورشليم ودمار الهيكل كان 586. جه قرار كورش بعودة المسبيين طبعا عشان يبتدوا يبنوا الهيكل، كان 539 قبل الميلاد. توقف العمل 535. ابتدى خدمة حجاج النبي واستئنافه للعمل 520. طبعا هنا احنا عشان قبل الميلاد فاحنا ايه بنقل التاريخ بيقل. تم تدشين الهيكل زربابل 516 قبل الميلاد. تمام. لو احنا انا طبعا هديكم مفاتيح السفر ولما نرجع نبقى نقرا، هما عبارة عن اصحاحين هنقراهم هنفهم التاريخ. هنا على فكرة في السفر ده احنا بنشوف ان لما الانسان او شعب ربنا بيبتدي يستجيب لكلمة ربنا ويبتدي يعمل اللي عليه، ربنا بيستخدمه وبيبعت له قوته وبيبعت قوة عظيمة ان هو يساعدهم، فالعمل بيجي سريع قوي. تمام. في الاصحاح الاول بيقول في السنة الثانية لداريوس الملك في الشهر السادس في اليوم الاول. احنا عايزين نخلي بالنا من التواريخ عشان هنشوف الفترة الزمنية قد ايه كانت قليلة. في الشهر السادس يعني يعتبر 1/6 1/6 ماشي. تم توبيخ الشعب، وبخ النبي شعب بني اسرائيل بسبب انشغالهم ببناء منازلهم وتركوا العمل في هيكل الرب، وبسبب هذا منع الرب البركة عنهم. من الايات دي هنلاقي في لفظ كده بيدكم المغشاه. كلمه مغشاه يعني هما كانوا بيستخدموا الخشب، مغشاه يعني مغطاه، مغطاه بايه؟ بالذهب. تخيلوا شعب بني اسرائيل مع اللي ربنا عملوا معاه ده كله ابتدوا يغشوا بالبيوت بالذهب، وده كان سمه الملوك، بيوت الملوك. يعني انتوا خليتوا بيوتكم كانها بيوت ملوك وسايبين بيت ربنا ما اهتمتوش ان انتوا اساسا تبنوه. كان بالنسبه لهم الرفاهيه والطرف في الحياه ان هم يبنوا بيوتهم ويزينوها ومش مهتمين حتى ببناء بيت ربنا. نقلب هنا. ربنا اداهم في ايه حلوه قوي، اجعلوا قلوبكم على طرقكم. الايه دي اتكررت كذا مره لان القلب ده بيشير للتفكير. انا لو قلبي كويس ومع ربنا فانا بفكر تفكير صح، ويعني في علاقه ما بين القلب، القلب اللي هو بيفكر بالشهوه او بيفكر بالطمع بالخطيه بيبقى تفكيره مش حلو. لكن هنا بيقول لهم ربنا يعني راجعوا، بمعنى ايه؟ راجعوا تفكيركم وراجعوا قلبكم، انتوا بتفكروا ازاي، انتوا بتفكروا في العيشه والطرف بتاعكم وسايبين كلمة ربنا وسايبين بيت ربنا. بيت ربنا ده كان عبارة عن حلول ربنا وسط الشعب. يعني انتوا مش هممكم ان ربنا يبقى في وسطكم، انتوا هم حاجة ايه؟ حياتكم الزمنية الوقتية اللي على الارض. في الآية 6 بقى هنا بقى بيقول لهم بسبب اللي انتوا عملتوه ده كله ايه اللي حصل؟ بسبب ان انتوا اهتمامكم الارضي وسايبين ربنا حصلت كام حاجة؟ 5 حاجات. زرعتم كثيرا ودخلتم قليلا، يعني الدخل بتاعكم كان قليل. تأكلون وليس إلى شبع، تشربون ولا ترون، تكتسون ولا تدفئون. الآخذ أجرة يأخذ أجرة لكيس منقوب. يعني إيه كيس منقوب؟ يعني كيس مخروم، كأن أنت بتكنز وفي الآخر ما بتلاقيش بركة، كأن واحد مثلا ما لا جيبه بس جيبه مخروم فماشي عمال يخر الفلوس اللي حاططها، ففي الآخر بتروح ما بتلاقيش إيه بركة. ده كل دي اثار ان هم مهتمين بحياتهم الارضيه وسايبين بيت ربنا وسايبين حضور ربنا في وسطهم، مش هممهم حضور ربنا في وسطهم. طيب الايه بقى من 8 ل 10 يعني ايه الحل؟ دلوقتي ربنا مش بيديهم المشكله وبيمنع عنهم الحل، لا بيديهم بيقول لك اعملوا كده عشان البركه ترجع لكم تاني. اصعدوا الى الجبل واتوا بخشب وابنوا البيت فارضى عليه واتمجد قال الرب. يعني هنا ادهم الحل في 3 خطوات. اصعدوا الى الجبل. هو الجبل ده عباره عن ايه؟ بيشير للسمو والارتفاع. طب انا عشان اطلع الجبل مش ده عباره عن صخر؟ طب هو مين الصخره بتاعتنا؟ المسيح. يعني هنا ربنا بيديهم الحل، اتمسكوا
بربنا. ربنا هو الصخرة اللي انتوا هتقدروا تطلعوا بيها لفوق في السماء. اول حاجة الارتفاع اللي هو الصعود للجبل. تاني حاجة آتوا بخشب. هو الخشب ده بيشير لايه؟ الصليب. يعني هنا كأن ربنا بيقول لهم ايه؟ اتمسكوا بإيمانكم وشيلوا الصليب. محدش هيطلع فوق الا اذا كان ماسك وشايل صليبه. تالت حاجة ابن البيت. هو احنا لما بنبني الكنيسة هو ده مش بيبقى ربنا اللي بيبني؟ صح؟ يعني هو ربنا هو اللي بيقوم بالعمل، بس هو من محبته بيشاركنا. يعني بيقول لنا ايه؟ يلا اعملوا، انا قابل الشغل بتاعكم، حتى لو حاجة صغيرة انا هكمل، بس انتوا ايه؟ ابتدوا. ده التفسير اللي بنقول عليه اللي هو الصعود للجبل. نقلب تاني. احنا كنا اول حاجة قلنا التاريخ الاول كان كام؟ 1/6 من السنة الثانية لملك داريوس الملك. تاني تاريخ دلوقتي هنقابله اللي هو 24 من شهر ايه؟ 6. يعني بعد مرور كام يوم؟ 23 24، يعني في الحدود دي. تمام؟ ايه اللي حصل؟ هنا بقى حصل ان استجابة الشعب للتوبيخ اللي حصل على يد مين؟ حجاج الملك النبي. تمام؟ هم ابتدوا يسمعوا في خلال ال 24 يوم دول. بيقول لك ان هم خافوا، فلما خافوا ابتدوا يسمعوا كلمه ربنا. ولان هم خافوا ايه اللي حصل؟ ربنا قال لهم انا معكم. ربنا وصل لهم رساله، انا معاكم. طالما انتوا ابتديتوا تخافوا من ربنا وتعملوا له هيبه وتعملوا له تمجدوه، فهنا ربنا بقى ايه؟ يتدخل ويقول لهم ايه؟ انا معكم. تمام؟ في تاريخ تاني بقى يوم 21 من شهر 7. تمام؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هنا بقى المحاولة بتاعت الشيطان ان يوقف عمل بيت ربنا. ايه اللي حصل؟ ان هو الناس القديمة الكبار اللي عصروا مين؟ هيكل سليمان اللي هو كان في عز مجده، اللي هو حاسين ان مفيش مهما اتبنت هياكل لربنا عمرها ما هتبقى زي ايه؟ هيكل سليمان. ابتدوا بقى ايه؟ عارفين الستات والرجال الكبار بقى لما ايه ده؟ ده مش هو، ده مش حلو. فين ايام المجد بتاع زمان؟ فين ايام الحاجه بتاعت زمان؟ فين ايام الرخص بتاع زمان؟ بقى عارفين الاحباطات بتاعت الناس الكبيره. ابتدوا بقى يحبطوهم. بدل ما كانوا الكهنه والمرتلين فرحانين وهم بيبنوا بحماس وكل حاجه، ايه اللي حصل؟ جالهم يأس ان هم ايه؟ طب ما هو فعلا المجد ده بتاع زمان مش هيرجع. فرجعت بقى كلمه ربنا قال لهم ايه؟ ان مجد الهيكل الجديد هيكون اعظم من مجد هيكل سليمان. هنا دي كانت اشاره او رمز لايه؟ ان السيد المسيح الهيكل اللي هو هينزل بمجده في التجسد، ان تجسد السيد المسيح هيبقى افضل من الذبايح بتاعه العهد القديم. هو الفداء والخلاص هيجي عن طريق السيد المسيح. طيب يوم 24 من شهر 9، احنا كل ده خلي بالكم في نفس السنه، في السنه الثانيه من ملك داريوس الملك. تمام؟ ابتدى بقى خلاص النهضه اللي هي بتاعت بناء الهيكل. ابتدوا فعلا يبنوا ووضعوا حجر الاساس. بعد كده حصل ايه؟ هنا بقى ربنا ابتدى يلفت نظرهم لحاجه اهم. هو حلو انك انت تبني بيت ربنا، بس الاهم كمان ان انت تبتدي من جواك بالتوبه. قال لهم على حاجتين، في شرطين عشان توصل للعباده الحقيقيه. اولا انت طبعا هتروح بيت ربنا ان انت بنيته وانت اهتميت بربنا وابتديت تقلل من اهتماماتك ايه الشخصيه ان انت تبني بيت لنفسك. فقال له حاجه، قال لهم وصاهم على الشريعه. وصاهم بتطبيق الوصيه، اسال الكهنه عن الشريعه. يبقى هنا بيقول لهم ايه؟ اهتموا بكلمة ربنا ووصايا ربنا. طب تاني حاجة ايه؟ الابتعاد عن النجاسة. يعني ممكن في ناس هتبص للوصية ان انا هقدم ذبايح. حلو انك تقدم ذبيحة، بس هتقدمها وانت نجس القلب، ربنا مش هيقبلها. يبقى اهم حاجة وصاهم بحاجتين بعد ما هم ابتدوا ايه؟ يبنوا وحطوا حجر الاساس للهيكل. وصاهم بحاجتين ايه هي؟ اهتم بالايه؟
بالوصية وإيه اسأل الكهنة عن الشريعة، وتاني حاجة الابتعاد عن النجاسة. ربنا عمره ما هيفرح بتقديم الذبايح وأنا إيدي كلها ملوثة بالدم، ملوثة بالخطية، وقلبي أنا بقدم عبادة ظاهرية. ربنا بيهتم بالعبادة إيه؟ القلب. بس يعني هي دي اهم حاجه، دي مفاتيح السفر اللي احنا لما هنقراها يا ريت كل واحد فينا يروح يقرا سفر حجاج. هو عباره عن ايه؟ اصحاحين، وده كان من الانبياء ايه؟ الصغار اللي هم كانوا كام واحد؟ لا الصغار كانوا كام؟ 12. الكبار كانوا كام؟ مش هغششكم، الكبار كانوا 5، الصغيرين كانوا كام؟ 12. تمام؟ ميرسي جدا. بصوا يا جماعه، احنا في ورق هنوزعه عليكم دلوقتي، المفروض ان احنا يعني ايه عايزين تجاوبوه في البيت. تمام؟ هو اسئله دي عن الحاجات اللي احنا اتكلمناها، ده ليكوا انتوا، يعني بحيث ان انتوا لما تقروا في البيت يعني تختبروا نفسكم. يا ريت تقروا التفسير، هتلاقوه حلو قوي، سفر حلو قوي، وبيخلينا نهتم بان احنا ايه اللي اول ما نسمع كلمه ربنا، ربنا هيبتدي بقى ايه يساعدنا هو كده كده ربنا شغال معانا، بس مستني الجزء الصغير اللي انا هقدمه لربنا، مستني البدايات. ربنا بيهتم بالبدايات الصغيره، وبعد كده ايه ربنا هو اللي بيكمل. ميرسي جدا. نشكر ميس نرمين ناجي على تعبها.